بسم الله الرحمن الرحيم، ازيك؟ بقى سنة رابعة، عاملين ايه؟ وحشتونا جدا. انتوا عاملين ايه في الاجازة؟ هي مش اجازة، هي ازمة على البلد كلها، المفروض ان احنا نجتازها على خير وسلام، نحافظ على صحتنا ونحافظ على وقتنا ونحافظ على عقلنا. ازاي يا ميس؟ مش معنى ان انت دلوقتي قاعد ما بتذاكرش وما بتروحش المدرسة يبقى انت كده نجحت ورايح سنة خمسة. ازاي رايح سنة خمسة وفي حاجات كتيرة ناقصاك في التعليم، زي مثلا مادة الرياضيات، هي بتعتمد على بعضها، سنة رابعة اساس سنة خمسة، وسنة خمسة اساس سنة ستة، وهكذا. طيب نعمل ايه يا ميس؟ نذاكر. هنذاكر ازاي ومفيش مدرسة؟ هنذاكر اونلاين. طبعا احنا بنقدم الخدمة دي تحت منصة وزارة التربية والتعليم، مقدمة لنا خدمة ذاكر اونلاين او ذاكر الان. طبعا انا هقول لكم الخطوات ازاي هنبتدي بيها. لو اتكلمنا مثلا عن درس زي الانماط البصرية، ندخل عليه ازاي ونتابعه ازاي؟ طبعا انا هشرح لك بصوتي الحاجات الصعبة، وانت كمان هتتعود ان انت تدخل لوحدك وتتابع المجهود الجبار اللي عاملاه الوزارة في خلال ان انت ما يفوتش منك اي محتوى دراسي معايا. دلوقتي يا اولاد هنخش على الموقع، على جوجل، نفتح جوجل وبعد كده نكتب study.ekb.eg. هيطلع لنا الصفحة اللي انت شايفها دي، المذاكرة الرقمية، جميع المواد الدراسية، المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. انت طبعا في المرحلة الابتدائية، هنخش على ذاكر الآن. يطلع لنا كل ده. كل ده يعني ايه؟ كل المواد اللي انت المفروض تدرسها. طب انت دلوقتي ايه؟ انت هنا عايز مادة الايه؟ الرياضيات اهي، ندوس عليها كليك شمال مرتين. سنة كام؟ أولى؟ لا، تانية؟ لا، انت في سنة كام؟ سنة رابعة. ندوس على سنة رابعة، يقول لك جاري التحميل، هيجيب لك كل المواد الدراسية بتاعت سنة رابعة. طب انا دلوقتي عايزة ايه؟ عايزة الانماط البصرية. ممكن لو انت ما لقيتهاش هنا، بنعمل حاجة ظريفة قوي، اللي هي ايه يا ميس؟ بعمل هنا، باجي على السيرش وبكتب الانماط البصرية. الانماط، معلش ده انجليش، نغير الالت شيفت وبعدين نكتب الانماط البصرية، نعمل سيرش، هيطلع لي كل ما يخص الانماط البصريه اللي احنا عايزينه كله. طيب بنشوف بقى الجزء اللي احنا عايزينه فين، اللي هو ده. بس بيطلع لك الدرس هنا علشان نشوف، بندوس بقى هنا ابدأ، بيطلع لنا الدرس اللي احنا عايزينه. نحمل طبعا. تعالي سنة رابعة نشوف المثال الأولاني. المثال الأولاني بنت لابسة فستان مخطط زي ما احنا شايفين كده. هنلاقي أول خط هنا أبيض، وبعد كده أسود، وبعد كده أبيض وأسود لحد نهاية الفستان. تعالى مع بعض برضو نشوف مثال كمان. هنا المستطيلات وفق نمط معين، اللي هي أحمر أصفر أخضر، وقفنا لحد كده. نرجع تاني نقول أحمر أصفر أخضر وهكذا لحد نهاية الشكل. نشوف مثال كمان، الدائرة مثلث دائرة، خلاص يبدأ تاني ايه؟ مربع دائرة. ناخد بالنا مين متكرر؟ الدائرة مثلث دائرة، نبدأ تاني مثلث دائرة ومربع ودائرة ومثلث، برضو وفق نمط معين. المثال اللي بعده، طب تعالى نشرح متتالية مثلا فيبوناتشي. يقول هنا واحد، وبعد كده واحد، بعد كده اتنين، تلاتة. يعني ايه دي يا ميس؟ الواحد الاولاني دوت مفيش قبليه حاجة خالص. الواحد الأولاني ده مفيش قبليه حاجة، كأنه اتجمع على اللي قبله، اللي قبله صفر. يبقى واحد زائد واحد، واحد زائد صفر بيساوي كام؟ واحد. طب تعالى هنا، تعالى نجمع الواحد ده أهو، الواحد ده مع الواحد ده، اداني كام؟ اتنين، والاتنين وواحد تلاتة، وهكذا. يبقى معنى كده المتتالي اللي انا هنا، طبعا هنا موضح لك، بجمع العدد على اللي قبله، اتنين زائد تلاتة خمسة، وهكذا لحد ما اوصل لاخر عدد. يعني يا ميس لو انا جمعت 89 على 55 هيديني كام؟ 144. تعال نشوف المثال الجاي سنة رابعة. هنا ايه؟ مربعين اهو تحت بعض، بقوا كام؟ بقوا اربع مربعات. وبعد كده مين ايه اللي زاد؟ الاتنين بقوا اربعه، وبعد كده هيبقى كام؟ هنحط عليهم اتنين كمان، يبقوا كام؟ ايوه برافو عليك، سته. كمان تاني هيبقوا كام؟
هيبقوا 8. يبقى هنا اصل المتتالية او النمط ان احنا 2 زودنا عليهم 4 وبعد كده كام؟ 6. ماشي، نشوف اللي بعده. مثال كمان 13، اللي بعديها هيبقى 18، 23. طيب نفكر شوية، ال 13 بقت 18. أنا سامعاك شاطر، إن هي كام؟ زودنا 5 وبعد كده 5 كمان 23، هيديني الأعداد كلها والأرقام كلها، وبعد كده هيقول لك هو عمل إيه بطريقة السهم اللي هنشوفه حالًا، اللي هو 13 بقى 18، 23، كل مرة بزود 5. أنت لازم تعمل لنفسك السهم دوت. طيب آخر عدد أهي 13، حطينا عليهم 5، 18، وهكذا 23. بعد كده زائد 5، 28، كمان 5، 33، جمع عادي خالص ما فيهوش أي مشاكل لحد ما نوصل للناتج النهائي اللي هو 48. أنت بالتالي برافو عليك، 5 هيبقى 53. 25، 21، 17، 13، 9، إيه بقى؟ إيه النمط دوت، تزايد ولا تناقص؟ تعال نشوف أول عدد 25 بقت كام؟ 21. قلت بمقدار 4، يبقى ناقص 4 في كل ايه رقم. 21 تعال نطرح منهم 4، هيبقى 17، وهكذا 13، 9. اول حاجة هو بيعرفك تاني، بيقرب لك على الرقم. 25 هننقص منهم كام؟ 4. 21 قول معايا، 21 ناقص 4 هيبقى كام؟ 17، وهكذا. هيبقى هنا بالراحة كده ناقص 4، واللي بعديها ناقص 4 كمان هتديني كام؟ 13، وناقص 4 كمان هيديني 9. طب التسعة نشيل منهم 4، الناتج هيكون 5. شاطرين يا سنة رابعة، تساوي 5. شوف اللي بعده. البنت الجميلة اللي قدامنا ديت مثلا عايزة تلعب وفي نفس الوقت تطبق اللي احنا بنقوله، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتجيب خرز ملون، بصوا الالوان الجميلة، احمر، اتنين ابيض، واحد ازرق، وهنا ابيض، احمر، اتنين، يعني هي دلوقتي بتعمل اسورة صغيرة وفق تطابع ونمط معين، بحيث ان هي بدأت باللون الاحمر وركزت في النص ابيض وفي وسط ازرق، هنبص نلاقي نفس الشكل دوت لحد ما يديها الاسورة اللي هي عايزاها وفق برضو تتابع ونمط معين. تعالى بقى سنة رابعة نشوف بعض التمارين على الأنماط البصرية اللي بتيجي في الامتحان، غالبا بتكون هي نفس المسائل دي. نشوف تمارين على الأنماط البصرية سنة رابعة. السؤال الأول، أكمل بنفس النمط ألف باء ألف باء باء ألف باء باء باء، إيه اللي بيتكرر؟ الباء. يبقى الحل هيبقى اللي بعديها إيه؟ نلاحظ تكرار النمط ألف باء مع زيادة باء في كل مرة. تعالى نشوف الحل، هيبقى ألف باء 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 كام واحدة؟ 4، واللي بعديها يبقوا ألف واحدة، وكام واحدة اللي بعديها؟ 5. تعالى نشوف السلايد اللي بعده، مربع مثلث دائرة، يبقى اللي بعديها مربع مثلث دائرة. نلاحظ تكرار رسم الأشكال الثلاثة بالترتيب، بدأنا بمربع وبعد كده مثلث وبعد كده دائرة، بعديها واحد واحد، نفس المثال اللي شرحناه بس نطبق عليه، طبق عليه لوحدك. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ جمع اخر عددين علشان يكون الناتج الجديد. يبقى الحل هو ايه؟ لو جيت جمعت ال 13 زائد ال 8 هيديني الحل 21، وهكذا. اكمل بنفس النمط هنا بقى، واحده واحده كده معايا، 10، 9 و6 من 10، 9 و2 من 10. دلوقتي اخر رقمين 9 و6 من 10 و9 و2 من 10، لو انا طرحتهم، احنا خدنا طبعا العمليات العشريه، بنحطهم تحت بعض في هامش عشان نطلع احنا دلوقتي بننقص قد ايه، بننقص قد ايه؟ 4 من 10 في كل مره. لو انا جيت طرحت 2 9 و2 من 10 ناقص 4 من 10 هيديني 8 و8 من 10، وهكذا في كل مره. هطرح 4 من 10 يبقى 8 و4 من 10، واللي بعديها هيبقى 8 عدد صحيح. زائد في زائد 2 في، على طول انا سامعاك بتقول يا ميس بنزود في واحده بس في كل مره، هيبقى الحل زائد 3 في زائد 4 في وزائد 5 في. طب تعالى نشوف هنا مين هيقرا العدد دوت؟
كده نعد كام صفر، دول 6 صفار و4 يبقى 4 مليون، اللي بعديها 40 ألف، 400 ألف أسفة، واللي بعديها تبقى 40 ألف. لاحظنا إيه؟ لاحظنا إن إحنا بنشيل صفر واحد بس وبنكمل، يبقى الحل 4000 وبعد كده 400. أتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الأنماط البصرية، لازم في كل امتحان أو في كل اختبار وكل سنة لازم بتاخد الأنماط لحد ما توصل تالتة إعدادي. وصيتي ليكم إن أنتوا تذاكروا كتير وما تنسوش اللي فات، تدوا لنفسكم تمارين وتحلوها، وربنا معاكم ويوفقكم. أشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية.